يعني اللي غادرنا بس كان ريان، ما صحيح؟ منو غادرنا؟ هسه ما في احد غادرنا، موجود موجود موجود. اوكي يا شباب، محاضرتنا اليوم راح نبدا ايضا باستخدام الانتراكشن دايجرام، كيف نصمم الاعمده الخرسانيه. طبعا هذا العمود ايضا نفس العمود اللي السابق اللي حكينا عنه بالدرس السابق، بس بالدرس السابق افترضنا انه هذا 350 كان المسافه بين حديد تسليح، وهذه كانت اشقد 500 صحيح؟ الاتجاه الاخر كانت اشقد 350 كانت. طيب الجيفنز ايش كان معطات؟ اكس تايم كانت 27.6 والاف واي كانت 414 ميجا باسكال، هذولا وكان البي ديد لود عبارة عن 550 كيلو نيوتن، البي لايف لود كان 650 كيلو نيوتن. وحكينا بالدرس السابق قلنا نطلع قيمة جاما، حتى نطلع قيمة جاما كان 350 على 500، ايش اعطانا الجواب؟ كان صفر بوينت سبعة دكتور، كانت بوينت سبعة عدل، فلهذا ما نحتاج جدول. هاليوم راح ناخذ بدل ما 350 هاي المسافة ايش قد راح نفترضها؟ وحلينا انه طلعنا اي اس ايش قد كانت؟ اي اس طلعناها ابو ستة ابو ايش قد كان؟ ستة هاشتاج ايش قد كان؟ يعني شوفوا هاليوم راح نعيد نفسه، بس اشنو؟ راح نفترض انه هاي المسافة نفسها مثل ما موجود عندنا اللي هي ايش قد هذه؟ موجودة 308 مثل ما موجود بالمحاضرة. وهذه راح تكون 500، هذه راح تكون 350. طيب كيف راح تكون هذه؟ راح ايضا نطلع بي، نطلع اول شيء بالانسر، اول شيء نطلع اللي هو جاما حتى نشوف على اي انتراكشن دايجرام يصلح انه نستخدمه. فجاما ايش راح يساوي لنا؟ 380 على 500، هذه راح تعطينا جاما يساوي لنا 0.76. طبعا نحن عندنا الشارت، اذا تشوفون هذا الشارت هون بهذا المستطيل راح تشوفون جاما مكتوب عنده 0.7، وعندنا شارت اخر هون قال مكتوب 0.8. طيب نحن ايمه نستخدمه؟ نستخدم هذه 0.7 ولا نستخدم 0.8؟ الجواب انه نحن راح ناخذ قيمه من 0.7 وناخذ قيمه من 0.8 ونعمل الانتربوليشن بيناتهم حتى نطلع القيمه المناسبه اللي تقابل 0.76. كيف راح نعمل هذا الشيء؟ راح خطوات الحل تكون نفس خطوات الحل السابقه، راح نحسب بي التيميت اللي هي راح تساوي 0.2 بي ديد لود زائد 1.6 بي لايف لود، هذه ايش راح تعطينا؟ 1.2 بي ديد لود كان اعطيناها 550 و650، 550 زائد 1.6 بي 650، هذه واحدة حسبنا هي ايش عندنا ايش بيطلع؟ و استاذ 1700 1700. المومنت ايضا هون معطات، ايضا نسينا نكتب السؤال. مومنت ديد لود، عليكم السلام. مومنت ديد لود بس مومنت لايف لود، اقطعوا الكلام يا شباب حتى نحكي. المحاضره سجلت من البدايه، بالامكان انه اي واحد يعني دخل متاخر يرجع المحاضره. 122 فنحسب الايش؟ المومنت التيميت اللي راح يساوي 1.2 في مومنت ديد لود زائد 1.6 في مومنت لايف لود. المومنت التيميت ايش راح يعطينا؟ 1.2 انتو 102 زائد 1.6 انتو 122، هذه ايضا حسبناها من الدرس الماضي، وايش اعطانا؟
317.6. ممتاز جهاد، 317.6. 317.6. اوكي ممتاز. طيب هذا اسعار القيم اللي طلعناها، حتى نحسب حتى نروح لازم نروح نطلع القيم النومينال، يعني هاي ما تفيدنا، لازم نطلع النومينال. حتى نطلع في نومينال لازم ناخذ في التيميت على اشقد على 5 اللي هو 0.7.6. بس مع الفاكتور ليش 0.65؟ لانه هذا الفاكتور تاي دكتور تاي كولوم. طيب ايش راح نسوي؟ 1700 تقسيم 0.65 ايش قد يعطينا؟ الفين وستمية وخمسة عشر. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. المهم اتنا مجال بس خلينا نسجل هذه المحاضرة مسجلة من البداية. أنا أقدر أخذ محاضرين، عندي شغل والله. إيه على راحتكم، أي واحد ما يريد يحضر المحاضرة الفيديوية مسجلة ممكن يرجع عليها بعدين. ممنون دكتور. أهلا وسهلا بالجميع. يعني ما بالضرورة الكل موجودين، أي واحد ما موجود ممكن يرجع الفيديو بعدين ويشوفه، وإذا عنده مشكلة أو شيء ممكن يرجع نحكي عليها في وقت آخر. بس المومنت نومينال إيش راح يساوي لنا؟ المومنت نومينال راح يساوي لنا المومنت التيميت على 0.65 أيضا لأنه تاي كولوم، راح تكون عندي 317.6 على 0.65 488.6. طبعا بقى عندي ايش بقى؟ لازم عندي احسب ال RN وال KN. قلنا ال KN ايش راح يساوي لنا؟ KN حتى نستخدمه بالجدول راح يساوي لنا عبارة عن PN نومينال على FC برايم AG. FC برايم على AG راح يكون عندي 2600 15. طبعا لا ننسى نضربه في ألف، ليش؟ حتى نحول الى نيوتن. هاي كثير من الامتحان يعني من يفعلون الطلاب ينسونها، هاي ضرورية جدا انه تكون عليها. FC برايم 27.6 في AG، الAG راح يكون عندي 500 في 350 في 350. اشغل اعطانا هذا دكتور مو 380؟ بالوارد تعيد المحاضرة هذا الـ PN مثال قديم استاذ 0.54 لا 0.54 الـ RN ايش راح يساوي لنا يا شباب؟ راح يساوي لنا نفس الـ KN مضروب في ايش؟ في اي على ايج. طبعا ايج لازم يكون المسافة البعد الطويل اللي هو 500، فـ 0.54 في اي. نحن الاي ما كنا حسبنا، ممكن نرجع نحسب الاي، يعني منا ممكن نرجع نحسب اي. اللي ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا المومنت اللي حسبناه 488.6 على بي ان اللي هو ايش حتاكل؟ 2615. ايش قد اعطانا بالمليمتر؟ بوينت 18 يعني 188 ملم تقريبا، حتى تكون الوحدات كلها بالمليمتر تنتظم عليها يا شباب. راح يكون عندي 188 ملم على الايدج. الايدج هنا ايش قد؟ 500، مو تجي تكتب لي اياها 350 البعد الاخر 50 البعد الاخر. طيب هذا ايش راح تعطينا؟ استاذ بس نزل الورقة بعد. بوينت تو ثمانية. بوينت تو. يعني اليوم الانترنت بوينت تو ضبط. بوينت تو دكتور. هسه نجي على البرزنتيشن، شوف هسه راح نطلع القيمة هذه راح تكون ايش عندي؟ عندي الاكس اكسس بوينت تو اللي هي ار ان. والواي اكسس ايش كده راح تكون؟ راح تكون 0.54. اسقطها واقرا ايش الرو، اشوف كم الرو ايش قدر هذا كرت جاهز.
أسرع أعرضك مياه ونشوفه علينا. بس شوف هسه نحن شو الفرق على المثال السابق؟ المثال السابق كان إيش؟ كان 0.7 جاما. هسه نحن إيش قال عندنا الجاما؟ عندنا 0.76. 0.76. فنحن عندنا لازم نأخذ من فيجرين. الفيجر الأول يكون 0.7 بينه والفيجر الثاني يكون 0.8 بينه ونطلع نسقط ونطلع القيمة إيش الواقع بالمنتصف بوسط هؤلاء. الفيجرين هذا بالانتربوليشن بالايش بال طيب نرجع بس خلوني اعرض لكم البرزنتيشن. طيب اذا معايا تشوفون هذه طلعت عندكم واضحه هذه تمام يا شباب؟ شوفوا الفيجر هذا اتصور. طيب هسه لازم قبل لا اروح على الفيجر لازم اضوي على شغلتين. اضوي على قيمه جاما ايش قد هنا 0.7 صحيحه القيمه اللي احتاجها 0.7 واضوي على الشكل هذا اللي تشوفوه هنا. لازم شنو هذا الشكل يشبه هذا الشكل الموجود هنا عندي. يعني هذا هسه مسلح ب 1 2 3 1 2 3 بالوسط ما في تسليح. يعني يكون الشكل يشبه الشكل اللي اني مطلوب عندي احسب له. خلي بس نختار لنا قلم هنا. طيب هنا ايش راح نحتاج؟ نحتاج مثل ما قلنا الاكس اكسس ايش قد تكون قيمتها 0.2. هاي قيمه ال 0.2 هنا هاي 0.2. راح اجر خط عدل. انا ما اقدر اجر خط عدل انت شويه جرب احسن من عندي ونرجع نجرب بالضبط 0.54 راح بالضبط تكون بهالمكان هذا. يعني النقطة هذه راح تكون بالضبط هنا. شوفوا هذا شلون نقراه؟ شلون نقراه؟ راح نقراه انه هذه 0.2 في هذا الخط 0.2 او 2% reinforcement ratio. وهذا 3% فهذه تقريبا ايش قد تطلع؟ ايش قد تتوقعون تطلع؟ تقريبا 0.025 ما 5 يعني 5 شوي بالوسط الى هنا 5 يعني 3.5 انا اشوفها. راح اكتب في الجدول اسوي جدول بسيط هذا الشكل سواد. جدول بسيط راح اكتب بينه قيمه جاما يساوي لنا 0.7 وهنا جاما يساوي لنا 0.8. هنا ايش قد طلعت قيمه رو؟ ال 0.7 تقريبا 2.35% من هذا الشكل. واضح متفقين وياي؟ 2. هاي اذا اطلع هذه دقيقه 0.25 3 هاي 3 مال حد إيه ساد هاي يعني شلون أقدر أطلعها دقيقة يعني أزيد أنقص ماكو مشكلة؟ منار شوفي لحظة هذه مثلا لو تقولي لي 2.4 هم مقبولة بس لو تقولي لي 2.8 مثلا هنا 2.8 صحيح؟ تكون بعيدة تقولي لي 2.1 هم أعتبرها خطأ. شوفي تحتي يعني يكون هامش الخطأ شوية معقول فهمت علي؟ يعني شوية يكون منطقي. يعني شوفي هذا هنا 2% وهنا 3% هاي النقطة هنا ايش قد؟ قريبة على 2 بعيدة عن 3 مو صحيح؟ تقريبا ثلثها مو صحيح؟ بس اخذناها؟ ها؟ تمام طيب هذه بالنسبة لهذا الشكل الجاما يساوينا 0.7 منها هاي خلصت منها. اروح على ايش؟ على الشريحة اللي بعدها. شوف هاي الشريحة اللي بعدها تشبه الشريحة اللي سبقتها بس شنو هنا عندي؟ عندي قيمة جاما ايش قد عندي هنا؟ جاما 0.8 بينما الشكل نفسه 0.8 فهنا ايضا ارجع اسقط هذا 0.2 نفس القيم اسقطها هذه 0.2
وارجع اسقط هذه القيمه 0.54 بالضبط هنا. شوف ايش قد طلعت لي هاي تقريبا، هذه ايش قد تنطينا؟ تعطينا شويه اقل تقريبا فيت استاذ. ايش قد؟ 2% 2.1 2.2.05 مثلا، خلي انا اقول موافقين على هذا الرقم تقريبا ايضا ممكن. تمام، ضل عندي هذا الرقم. اسعد تشوفون الكتابه اللي قاعد اكتبها انا. احد عنده اشكاليه بهذه المساله؟ طبعا ممكن نكتبه 2 ايضا، يعني منطقي، بس 2.05 لانه شويه طالع عنها. واضحه؟ اسد البرزنتيشن، احد عنده سؤال عليه؟ تمام. نرجع اسا قيمة رو عندنا هنا 0.7 و 0.8، بس نحن القامة اللي عندنا ايش قد؟ 0.76، فبالانتربوليشن نقدر نطلع لها رقم 0.76. يعني انا الانتربوليشن اسويها بهالطريقة، هذا انتم شوف يا طريقة تسووها ما عندي مشكلة. يعني انا 0.7 تعطيني ايش قد؟ تعطينا 2.35% رو. زين اذا كانت 0.8 ايش قد تنطينا؟ تنطينا 2.05. نطرحهم هذول القيمتين طلعنا ايش قد؟ 0.25%. هذول نطرحهم ايش قد تطلع لنا؟ 0.1%، بصرف النظر عن الاشاره مو جبر ولا سالب ماينس ولا قلب. طيب الخطوه الثانيه ايش؟ انه اشوف ايش قد تفرق هذه عن الرقم المراد عندي. انا ايش قد عندي؟ عندي جاما يساوي لنا 0.76، هذا الانتربوليشن انت باي طريقه تسويه ما هو مشكله. هسه الاكس الزياده عن هاي ايش قد تصير عندي؟ ايش قد الفرق بين هذول الاثنين؟ 0.6 راح تعطيني ايش قد قيمه اكس. شوفوا وهذه ايش حيصير بيها؟ من عاد تروح على 0.8 عاد تنقص. فاذا هذه الاكس اللي راح اطلعها لازم اطرحها من هذا. يعني هذا انا اشوفه منطقي افهمه يعني بهالطريقه. فايش قد تطلع لنا هاي القيمة هسه؟ 0.05 يطلع لنا 0.15%. هسه شو اسوي يعني؟ المكان اللي اخذت قارنت وياه، يعني ما يصير اجي مع 0.8 اروح على 0.7. ليش؟ لانه انا طلعت الفرق هذه اللي هو علاقه مع اول قيمه. فاذا مع اول قيمه اشتغل. هسه ايش قد راح يطلع عني عندما يكون الجاما او الرو لجاما يساوي لنا 0.76؟ يساوي لي 2.35 ناقص 0.15 ويساوي لي ايش قد؟ 2.2%. استاذ بس العفو، هي دائما ناخذ يعني هون دائما ننقصها؟ شوي انا جيت متاخر. من ايمتى جيت؟ ماشي. اي استاذ شوي صار عندي شوي اشكال. بس هون ليش نقصناها من الناتج اللي طلع لنا؟ شوفي هذا انتربوليشن، انا مالي دخل بأي طريقه تريدون طلعونه. انا طلعنا جاما يساوي لنا لجاما 0.7 طلعت 2.35، لجاما 0.8 طلعت 2.05. لجاما 0.76 احصل بيناتهم. يعني انا عاد اشرح لكم انتربوليشن، هذه انا افهمها هالشكل بقى. انتم باي طريقه كان ما عندي مشكله، بالحاسبه ممكن تعملوها مباشره. يعني اذا عندكم في الطريقه، بس انا اللي افهمها هالشكل 0.7 اعطتني ايش قد؟ 2.3. 0.8 اعطتني 2.05. 0.87 راح اختار اما هذه او الجوا، فاخترت الفوق انا. ف 0.76 قد فرق على 0.7 0.06 حسبت 0.06 والطرح مال هذول الاثنين 0.7 ناقص 0.5 وهذه ايضا الفرق مالتهم. بعدين من الرقم اللي يطلع لي اشوف انا هذا اتجاهه بيا اتجاه يروح هذا اتجاه ماينس يعني هيقل حتى ما اتخربط بالاشارات موجب ولا سالب ينطرح من ينجم. فشوف هذا 0.7 عايزيه فراح يصير 2.2. هسه راح اثبت هاي القيمه 2.2% انا لهذا الرول عندي من اللي طلعته. هسه رو جي راح يساوي لنا 2.2%
معناته ايش راح يساوي لنا 2 point يعني معناته اي ايش راح يساوي لنا 2.2 على 100 في 500 في 350 ايش قد يساوي لنا؟ ثلاثة وثلاثمية وخمسين ملي وخمسين أوكي. طيب هسا نحن عندنا ستة لأنه ليش إنه الشكل تبعنا بهالشكل هذا نار ستة فيوز سكس بارز معناته أشتاق ستة أبو الأشقر راح يكون عندي هذول يعني أي إسبار راح يكون عندي 3850 على ستة أي إسبار الواحد راح يكون عندي يساوي لي 641.6 إيه لا تمسحون هذا في أربعة تقسيم يعني تقريبا أنا بالحاسب هذا استخدم أيضا يعني هاشتاق 28.6 يعني سي أشقد 6 أبو 29 28.5 طلعت إيه ما حطوكي هون 28.6 سي مليمتر سي 29 اوكي طيب هذه 6 ابو 29 حددنا هسه بس ضل لي ايش بقالي بقالي استيلا اللي لازم احسن تاي او سيلكشن راح يكون عندي اما اس راح يكون عندي اس ابو ايش قد راح يكون عندي التايز ابو العشرة ملي اي لانه اقل من 32 لانه اقل من 32 بقى عندي ايش بقى عندي بس اشوف السبيسينج معك بس سبيسينج اما 350 او اس يساوي لنا 48 في 10 10 في او اس 1 2 3 او اس 3 يساوي لنا 16 في 29 ف 350 هي راح تطلع هاي 480 هاي كثيره هاي رقم كبيره عندي ايش قد هذا 460 هاي 350 فنحن السي ايش قد 325 ملم فهسا ارجع اكتب علينا ايضا بهذه الطريقه اكتب هذا او العشره هاشتاج 10 هاشتاج 10 325 كم واحد ستة أبو 29 طبعا هذا فرقت عن المثال اللي قبله ليش اللي جاء متأخر قبل المثال اللي قبله كان 350 هاي المسافة فطلعت جاما عدل 0.7 هسه هذا المثال الآخر صار 350 أو 380 80 فالجاما ايش قد طلعت عندي؟ طلعت عندي 0.76 فما نقدر نستخدم لا 0.7 ولا 0.8 فاخذنا قيمه من 0.7 من الشارت وقيمه من 0.8 من الشارت وحلينا وصلنا ناخذ المثال اللي بعده يا شباب حتى نشوف هذول يا ساعات الكميه مع الفيديو ان شاء الله ميمي بليز سايلنت المثال اللي بعده هذا المثال شوفوا يا شباب هذا المثال بس اسد الباب لا دون كمبيوتر طيب هذا المثال ايش راح يفرق عن المثال اللي قبله هذا المثال راح يكون بينه شورت كولوم 350 في 500 تايت كولوم ايضا كولوم من الغبار اوف ا فيجر شون ان فيجر يوز تو سبورت ذا فولوينج لودز اند مومنتس عندي احمال علينا شوف مومنتس هوني نوعين من المومنتس عندي بي ديد لود بي لايف لود بس المومنت ديد لود عندي مومنت لايف لود عندي ايضا قيم مختلفه العفو هذا نفس المثال اللي اخذناه
هذا كملنا انه هذا المثال يا شباب اسف. طيب هون ايش عندنا؟ نحن دائما الكولوم اذا تشوفون الورقه عندي الكولوم ما يكون فقط تحت تاثير احمال باتجاه اكس اكسس فقط، يعني هذا علينا بي هنا بي نومينال او اكسيال، وهذه راح يصير علينا ام اكس اذا فرضنا انه هذا العمود بهالاتجاه. الصوره واضحه عندكم؟ فايش راح يكون؟ راح يكون علينا معرض علينا اكسيال لود وعلينا عزم باتجاه ام اكس. بس بما انه هذا العمود بالواقع هو يكون هالشكل، يعني جوز سايد اكو جوانب احمال جانبيه من جيبين بهالاتجاه ما ايضا واضح. هذه بهذه الحاله ايش راح يصير على العمود؟ راح يجينه بهال هذا البيم ينقل على هذا العمود باتجاه اكس مثل ما موجود هون، وايضا ينقل علينا ايش قوه بهذا الاتجاه اللي هو ايه الشكل ام، فلنقول زيت او ام واي اذا تريدون نسميه ايش ما تريدون. يعني هذا المقطع راح يكون علينا بهالاتجاه وكذلك راح يكون علينا ايش بهالاتجاه ام زيت. اوكي علينا يعني نوعين من العزوم على هذا الكولوم وليس عزم واحد. فكيف راح نحل هذه المساله؟ فشوفوا اذا جينا على هذا الجزء الصغير وكبرناه عندنا راح يكون عندي ايش؟ شوف من يكون بهالاتجاه هذا ايش راح يصير؟ هذا الجزء هذا الجزء راح يصير كومبريشن تمام؟ وهذا الجزء ايش راح يصير؟ تنشن اللي هو يشتغل بين البعض. فاي جزء فعال يكون؟ يكون فقط هذا الجزء فعال ككونكريت، وهذا فقط هذا الحديد قاعد يشتغل بالتنشن، وهذا الحديد الموجود هنا كيف راح يكون؟ راح يكون كومبريشن. طيب من يكون علينا مومنت بهالاتجاه كيف راح يكون عندي؟ راح يكون عندي هذا الجزء ايضا راح يكون عندي هذا الجزء علينا كومبريشن، وهذا الجزء هذا الحديد وهذا الحديد الموجود هنا هي من اللي راح يشتغل، وهذا الحديد الموجود هون راح يصير كومبريشن هذا الاتجاه ام زد. ف كمحصله مالتهم هذا الجزء كلته راح يصير ايش بينه؟ راح يصير بينه كومبريشن، وهذا الجزء راح يصير بينه فقط تنشن مثل ما موجود عندكم بالبرزنتيشن هسه حتى بس تفهمون هذا منين جاء. فهذا من يكون بهالحاله فالايش؟ الكومبريشن لود فورس راح يكون هالشكل اللي هو 0.85 اف سي برايم. تخشعون الصوره واضحه بالكتابه؟ اوكي وهاي تنطيني ايش؟ تنطيني تنطيني ايش؟ تنطيني سي سي وبعدين تنطيني سي سي اس داش 1 وسي اس داش 2 مال هذولي ومال هذا باتجاه هذا الاكس والواي. ونفس الكلام هذه ايضا راح يعطيني ايش؟ راح يعطيني تنشن اللي هو تي 1 وهذا ايضا يعطيني تي 2. اوكي فايضا هذا يعني العمليه مالته راح تصير ايش؟ شوي معقده اكثر. وهذا هو الواقع، يعني بالواقع الكولوم ما يكون مثل ما حليناه من قبل شوي علينا مومنت باتجاه واحد فقط باتجاه اكس. الصحيح انه الكولوم علينا قوتين يعني مومنت باتجاهين، باتجاه الاكس وباتجاه الزيت، فضلا عن الاكسيال لود او البي الحمل الشاقولي اللي موجود على العمود. فكيف راح يكون حل هذا؟ المساله طبعا حل المساله راح يكون سهل جدا. نحن حكينا على الانتراكشن دايجرام. الانتراكشن دايجرام كيف راح يكون عندي؟ هذا ما رسمناه تتذكرون واحد منهم بهالشكل، وهذا قلنا مومنت بالانس في بالانس مو صحيح؟ وهذا في نوت وهذا ام نوت. هذا خلينا نقول هذا المحور خلينا نقول كان ايش؟ كان اكس، فهذا راح يكون ام اكس نوت صح؟ هذا بي نوت قيمه واحده لانه الاكسيال لود. طلع عندي ايش؟ ممكن ارسمه على سطحه ايضا مثل ما تشوفون هون باتجاه الزيت. فهذه وايضا ارسم هذا البي مع ايش؟ انتراكشن
مع M Z not صحيح؟ فكيف راح نحصل؟ راح نحصل فقط شيء اللي هو عبارة عن سطح الفشل أو الفرابل هذا سطح فرابل يعني قوة سواء كان احتمال علينه M B X وهون راح يكون عندي M B Z و M B أو P بنفس ال P P B balance راح يصير عندي إيش مغلف للفشل. فبس هذا القانونين راح نتعلم كيف نصيغه اللي هو راح يكون واحد على P N I يساوي لي واحد على P N X زائدا واحد على P N Y اللي هو معادلة هذا السطح معادلة هذا السطح ناقصا واحد على P N. أتوقع هذا كنا خدتم يمكن بالتحليلات أو الرياضيات إذا كنا خدتم معادلة نسبة الفرابلة أصلاً إذا يكون عندنا فيكتور. وأيضاً لو بالنسبة للبي هذه راح تكون بالنسبة للبي معادلة البي. أما بالنسبة للإكس راح يكون عندي إم إكس على إم يو إكس يساوي إم واي أو زائد إم واي على إم يو واي يساوي أكبر من أو يساوي واحد. ليه؟ لأنه يعملوا نورماليزيشن كأنما يعملوا إيش معادلة أين بينما قيمة الـ P نوت هو معلوم مثل ما موجود هون مكتوب 2.85 FC prime في AG زائد FY في AS معلوم. PN هذه الـ PNX هو عبارة عن الـ nominal load إيش اتجاه الـ X والاتجاه الـ Y هون سمعها مع Z X. أما PN قيمة وحدة هي راح تكون فقط هذه هنا. طبعاً راح نأخذ مثال بسيط علينا حتى نشوف كيف راح نشتغل. هذا العمود أيضاً باستخدام الانتراكشن دايجرام بدون ما نحسبه ونعمل لأنه عملية الحسابات ما يدري هذه راح تكون عملية معقدة وصعبة جداً. هذا المثال بس خلوكم معي نفهمه مليح حتى نشوف. هذا العمود مسلح بثمان بارز أبو الفاينانشن وتوزيع البارز شوف كم أكو ثلاثة أكو في الأعلى ثلاثة أكو في الأسفل وأكو اثنين في الوسط. هذا عرض الكولوم هذا 600 والعرض باتجاه الآخر 400. طبعا أعطاك الإيش المسافة بين حديد تسليح باتجاه الإكس وباتجاه الواي وقال لك هذا العمود مصنوع من خرسانة مقاومة الانضغاط مالت 8 باسكال FY مالت 414. بس أعطاك ملاحظة قال لك الـ EX يساوي لنا 400. EX شوف بهذا الاتجاه باتجاه الـ 600 الـ EX مالته إشخاص يكون عندي 400 بينما الـ EY باتجاه القصير يعطينا إيش 200 مليمتر. يعني مركز الـ يصير بعيد عن المركز هذا إشخاص 400. يعني خلي أرسم 100 وين أتصير من هوني نختار اشقد 300 400. اي هوني راح يصير رقم اي هوني طبعا اللي اسفل او اللي اعلى ما تعني شيء. يعني هذه اي اكس اشقد يساوي لنا 400. طيب ظلت باتجاه ال باتجاه الاكس اكسس باتجاه الواي اكسس شغل 200. فنجي من المركز هذا الى اي هوني 400 طبعا مع حافه هذه راح تصير يعني اي هالمسافه الى اي هوني هذا المكان اشغل 200. هاي يعني معناته بالضبط عيصير اي هون هذا المكان اللي عدد ظل هذا راح يكون ايش مكان البي نوت او البي ان مكان مركز هذا الحين
يعني بالضبط مركز هذا الحمل هنا. لما يكون مركزه هوني حتى احوله على المركز لازم ايش احول؟ احول بي ان اي، احوله اي هوني، احوله على المركز حتى احولها من هاي النقطه على هوني لازم احول بي ان واضربه في ايش؟ في مومنت. المومنت ايش راح يكون عندي؟ بي ان اي انتو هاي المسافه 400 يعني 3.4، وحتى احولها من هوني الى المركز ام باتجاه اكس ايش قد راح لازم اضربه؟ احوله بي ان نفس القيمه اللي حولته قبل شويه اضربه في 0.2 او 200 مليم حتى احوله الى مركز هذا، راح يصير عندي ام اكس راح يصير عندي ام واي. واضح؟ طيب نرجع الورقه مالتنا هون حتى نشوف كيف نحلها. هذا الاكزامبل 10.8 اف سي برايم راح يكون عندي 28 ميجا باسكال. الورقه واضحه عندي كم؟ لانه انا ما عاد اشوفها. شوي يحتاج تنزل. هسه ما في شيء. هسه. ايه تمام. ونفس الشكل واحد اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين ستة، هذا مسلح بثمانية تسعة ثمانية وعشرين، هذا البعد بالاتجاه عبارة عن 400. دكتور هنا الرو موجودة؟ هنا الرو موجودة بالضبط، هاي المسافة عشان راح تكون 600، هاي المسافة أرضية سوداء 400. شيء آخر المطلوب احسب لي بي ان اي، البي ان وين عتصير مكانها؟ مثل ما قلنا عتكون مكانها بهالمكان هذا بي ان اي على مسافة ايش قد؟ خليني ارسمها بقلم اخر. من المركز الى هنا على مسافة اي واي يساوي لنا 200 مليم، وعلى مسافة منا اي اكس 400. فنحن هنا المفروض تكون عندي بي ان اي. نجي بس خلي اوقف البرزنتيشن. احد عنده مشكله بالسؤال؟ نقلنا نفسه موجودين بالسؤال. نجي اول شيء راح ينقسم الموضوع هوني about x axis و about y axis، فراح ناخذ about x axis. about x axis ايش عندي؟ راح يكون عندي قيمة pn x على ايش؟ على اي جي في اف سي برايم حتى تطلع قيمه كي ان باتجاه اكس، صحيح؟ كي ان باتجاه اكس. شوف هوني عندي انطيك اطلع رو لانه الحديد تسليح معلوم. الرو ايش قد موجود عندي؟ راح يكون عندي 8 حديد معلوم ولا خرسانه معلوم استاذ؟ اي 8 على 0.4 على 28 سكوير إيه على بي في دي، البي 400 دي 600، ايش خلينا نعطينا هذا؟ لا
دكتور 2.05% يعني 2.05 يعني 2% يعني نروح على كيرف حول 2. شوف كيف راح نروح على فيجر على على كيرف أبو الاثنين. راح ارجعوا لي على البرزنتيشن هسا. نجي يعني كيف نحن نريده المفروض إيه هذا الكيف. أوكي هذا الكيف. بس إيش نوع لنا عندنا مجهول لحد الآن قيمة ال ال إيه على إيج مجهولة. نعم الجاما مجهول لا بعد موجود عند مجهول عندي إيش عندي إيه هاي القيمة إيش راح تكون عندي. شوف ال R N عبارة عن إيش؟ عبارة عن PN KN في E على H أو بالضبط KN في E على H في E على H. وهذا أي إيش هذا؟ KN فقط صحيح؟ طيب شوف واضحة هسه. شوف هسه عندي بالمحورين KN أطيق أقسم على KN؟ إذا قسمت المحورين على KN راح أحصل هذا الشكل. هذا المحور راح يكون اي على اتش فقط وهذا راح يكون واحد. ليش؟ لانه كي ان على كي ان. واضحه الفكره فهمتوا شلون حسبناها؟ فاجي من هون اختار قيمه واحد. دكتور يا ريت بس تعيدها اخر شيء. نجي نعيدها مره ثانيه. شوفي يا امينه هذه المحور اكس عباره عن كي ان في E على H وهذا المحور عبارة عن KN. لو قسمنا المحور X والمحور Y على KN هذا إذا قسمناه على KN وهذا أرجع أقسمه على KN هذا إيش يعني هذا؟ هذا راح يوقع هذا. زين شنو سبب التقسيم؟ إمو ما عندي قيمة PNX ما عندي قيمته ما معلومة. نحن أريد أطلعها أنا أريد أطلعها. أوكي فهذا اتحولت صارت ايش؟ صارت واحد عندي وهذا صار عندي اي 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 على ايج. فاجي بس اخلي خط منقط وخلي بس احسب اي ات يعني ار ان هنا راح يساوي انه فقط اي على ايج. واضح الكتابه؟ فعندي 400 على الاكس ايش قد؟ 600. ايش قد راح يعطينا؟ 0.67. أجي أختار هذا الرقم وين هذا؟ 0.67 هذا المحور. أوكي؟ وأجي أحدد هاي النقطة. بعدين أوصل نقطة بهالشكل هذا. من نقطة الأصل أسوي النقطة وأقرأ قيمة رو مع 2 وسقطها ونزل أقرأ قيمة كين. شوفوا راح نعملها هسه هذه. مثل ما موجود قدامك. أول شيء عمل إيش؟ حدد قيمة x-axis. x-axis هون إيش راح تكون قيمتها؟ 0.67. بالضبط 0.67. إيه هذا راح تكون إيه هذا بالمكان. خارج إيه. 6-7. وهذه إيش قدرت قيمتها؟ 1. بعدين راح أوصل هاي النقطة من هوني إلى حد إيه هوني. اوكي بس اجي اقرا 2%. ليش اقرا 2%؟ لانه التسليح عندي 2% فطلعت لي هاي النقطه. اوكي هسه ارجع اقرا هذا الرقم. من هون اطلع قيمه ار ان. ار ان ايش قد راح يطلع لنا الصحيح؟ شوفوا هذه بوينت هذا 15 16 17 18 وربع 18.3 يعني راح تكون عندي 0.183 موافقين؟ تقريبا هاي من جبناها استاذ بس عيد شلون سقطتها على الكيرف؟
راح نعيد. راح نطلع قيمة EX E على قلنا H. وهنا راح يصير عندي قيمة H واحد. ليش؟ إنه قسمنا المحور هذا على KN. شوف هذا، شوف هذا الفي نفسه موجود الفي هنا. FC برايم AG نفسه موجود. FC برايم في AG. من البقى عندي E على H. فهذه نفسها أقدر إذا قسمتها على KN. ايش يبقى لي؟ يبقى لي فقط اي على ايج. فايش قطع لي اي على ايج؟ 400 على 600 طلع 0.67. حددت هاي النقطة بهاي المكان عندي هاي النقطة. حددت هاي. وصلت بخط من محور الاصل او نقطة الاصل الى نقطة التقاطع مع المحاور اكس واي. وبعدين انا عندي رو 2%. فارجع 2% عشان السكرينت مالتي اشغل اي قطعة هنا. ارجع على المحور اكس او على المحور واي. ما تفرق اثنيناتهم بس هذه اسهل من قريب. أسهل تنقل. فهاي 15 اللي هنا 16 هذه 17 18 19 20 تقريبا. هاي ايش قد تقرأ عندي 18 وشويه 18 يعني انا اشوفها 18.1 هم مو كثير يعني لانه هنا اتقطع يعني او بال 18 عدل 18.1 خلينا نقول واضحه واضحة هاي راح أشيلها الساعة موجودة لكم بالفيديو بعدين طيب هذه قيمتها راح تكون عندي إيش لجاما معينة نحن ما حسبنا الجاما هنا إيش قد قيمتها لازم نشوف قيمة الجاما مش قد حتى اشوف هذا الفيجر شغال علينا ولا 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 لا يصح علينا طيب لو نشوف قيمه الجاما باتجاه الاكس اكسس ايش راح يساوي لنا هاي المسافه 480 على ايش قد على 600 ايش قد طلعت لنا فاذا لازم اروح على 0.8 لازم اخذ الفيجر من 0.8 فاذا هذا صح لايش لجاما يساوي لنا 0.8 باتجاه ايش اشوف الكتابه باتجاه ان اكس دايركشن طيب نجي هذا بهذا الاتجاه طلعنا قيمه ار ان واذا طلعنا قيمه ار ان شو راح نستفاد من قيمة Rn؟ قيمة Rn خلي بس أفكر بس قيمة Rn شو راح نستفاد منها؟ نحن نعرف قيمة Rn شو تساوي لنا؟ 0.181 راح يساوي لنا Pn Hi أو Pn Xi اللي هي باتجاه الـ X axis مضروبه في ايش؟ مقسوم على اف سي برايم في اي جي مضروبه في اي على اتش هسه كلها معلومه من المجهول فقط المجهول عندي بي ان اي اكس هذه معلومه 0.67 او نجي نكتبها مره اخرى 8.1 بي ان اكس اي على اف سي برايم 28 في اي جي راح تكون عندي 400 في 600 مضروبه في اي على اكس اللي هو اشقد 0.67 هذه خلي شوي احسن معك اشقد يطلع لنا الجواب هذا في ان اكس دكتور رقم كبير يطلع ايه لازم نقسمه على الف ليش؟ لان هذا بالمليمتر هذه نيوتن على المليمتر تمام فلازم نقسمه على ايش قد؟ لا قسمه على 1815.4 ايش قد؟ 1815.4 يعني بس تاكدوا من هاي الارقام خوش 1815.4 هم طلعت منها ألف وثمانمية وخمسة عشر كيلو متر
طيب هذه اللي سويناه كله بياتجاه مثل ما تشوفون بهذا الاتجاه، يعني عندما يكون المومنت بهذا الاتجاه مومنت اكس بهذا الاتجاه. احنا عندنا مومنت ثاني اللي معطى بالسؤال اللي هو ايش اكسنتريستيك باتجاه واي اكسس، فنرجع نفس الكلام نعيده باتجاه واي. ف هذه الورقه هذه ايش قداتي 400، وهاي المسافه بين هذه وهذه ايش قد 280. طيب القامه باتجاه الواي اكسس ايش راح يساوي لنا؟ انسى باتجاه الاكس اكسس ايش قد عندي؟ عندي 280 على 400، ايش راح يعطينا؟ 0.7. اذا ما اروح على كيرف ابو 0.8، فاذا لازم اختار كير ابو 0.7. والرو ايش قدات بينه؟ رو جي تقريبا 2% 2.05% هم عندي الرو 2%. بعد ايش عندي هنا معلوم؟ لازم اطلع اي واي على ايج. هنا ايش قد راح تكون قيمه ايج؟ راح تكون قيمه ايج 400، لانه هو يفتر حول هذا المحور، هذا اي اي واي. واضح؟ فراح يكون عندي اي واي اللي هو 200 على ايج. ايج قد راح تكون عندي 400 مو 600، فايش قد راح يعطينا هذا؟ 0.5. خليت اتاكد من السؤال، هذا الاكسنتريستي كان 200 لو 280 كان السؤال ايش قد مكتوب؟ 280 دكتور. ايه لانه بس خليني اتاكد، لا مكتوب 200. 200 مكتوب. اوكي فناخذ امر 200. فايش خلي يطلع لنا 0.5؟ هاي 0.5. طيب هسه راح ارجع على هذا البرزنتيشن، شوفوا هسه لازم اجي على اشوفون ما واضحه يمكن راح اجي على ايش؟ ما اروح على 0.8، شوف هذا التوزيع مالته هالشكل، بس هذا 0.8 ما يفي ما ينفعني، اروح على وين؟ على الثاني اللي هو يكون بينه ايش قد القامة؟ 0.7 مثل ما حسبناه. وهاي الاف سي برايم اف واي لازم تكون نفسها مستخدم. هذا توزيع الحديد شوف اثنينك بالوسط، ما اقدر استخدم واحد ثاني يشبه، لازم اخذ اللي صحيح. طيب النقطة الثانية ايش راح احدد؟ بالاكس اكسس مثل ما قبل شويه حددنا قلنا اي على ايج، وهنا ايش قد راح اخلي؟ اخلي قيمه واحد. من هنا اخذ لي بس قلم هسه حددنا قيمه واحد، وهنا حدد لي ايش قد قيمه اي على اي واي على اي ايج قد 0.5. شوف هذا 0.45 يعني 0.5 المفروض بعد شويه يعني شوية يجوز نقدمها يعني شوية أقرب يجوز، وبعدين نوصل هذا الخط مع هذا الخط نجي 2%. ليش 2%؟ لأن لو عندي 2% أقرأ هذه القيمة أسقطها هنا أجي 0.6 16 17 18 وش قد؟ 18.5. تمام؟ فراح تكون عندي أيضا 18.5 تقريبا رو او لروجي من هذه. طبعا بعد ما نسويها الشكل هذا واحد هنا وهذه 0.5 راح اسقطه على كيرف على سنه 100 حتى 80 وهسه تقرا قيمه ار ان. ار ان ايش قد انطتنا؟ انطتنا 0.18 ايش قد؟
5.185 مو صحيح هالشكل قلنا 5.185 طيب هذا ايش راح يساوي لنا ال ار ان يساوي لنا بي ان باتجاه ايش باتجاه الواي راح يكون مضروبه في ايش خلينا نخلص معها هاي خلينا نشيلها مضروبة مقسومة على إيش؟ مقسومة على أي جي في إف سي برايم. إف سي برايم 28. أي جي جد عندي 400 في 600 في 100. مضروبة في إي شوفوا إي واي على بي وليس إيج اللي هو إيش قد قبضوا يحتمنا 0.5 هذا إيش قد حطينا في إن؟ أيضا نقسمه على 8 زي عشان استاذ 2485.4 راح تكون عندي 1 على بي ان يساوي 1 على بي ان في الاكس زائد 1 على بي ان واي ناقص 1 على بي ان نوت ظلت لي عندي بس بي ان نوت حتى اطلع البي ان اي البي ان نوت يساوي لنا ايش يساوي لنا 0.85 اف سي برايم في اي جي ماينس اي اس زائدا اي اس اف اي اس في اف واي P and not راح يساوي 0.85 في 28 في 5 أي جيش قد راح يعني 600 في 400 ناقصا الأيس الأيس إيش قدرات الأيس 8 أبو 28 إيش خلينا نعطينا4926 ايش قد يعطينا في نوت من هذا المعادلة يعطينا 7634 تقريبا اوكي 35 طيب هسه بس مجرد ارجع اطبقها على القانون اللي اتفقنا عليه قبل شوية هو ايه هذا نحسب انه 1 على بي ان اي يساوي لي 1 على بي ان اكس زائد 1 على بي ان واي ناقص 1 على بي نوت نجي نكتبها 1 على بي ان اي احسب انه 1 على باتجاه الاكس اكسس ايش طلعنا قيمه ال طلعنا قيمه ار اكس ايش قد 1815 زائد 1 على الواي رقم شوي حسبناه جاهل الواي طلعت عندي 2480 ناقص 1 على 7634 هذه ممكن مباشره تعطينا في ان اي اللي هي راح تكون على مسافه اكسنتريستيك باتجاه الاكس اكسس 400 باتجاه الواي اكسس من محور العمود ايه
أشون لا ما يطلع بوينت ما أقولش في الحكي يطلع 1200 في 10 للأس سالب 3 إيش طلع يا مرحبا؟ إيه ما تقسمين هذا الرقم على واحد على هذا الرقم حتى يطلع إيه قسمت هتطلع عملية للأس سالب واحد منار كلته هذا يعمل الأس سالب واحد والا ان شاء الله اخيرا على هذا المثال حتى نختم نهنينا ظل هسه عندي انا ال بي ان اي معلوم اللي هو 1216 كيلو متر صح اذا اريد اطلع ال ام اكس ايش راح اسوي لي حتى احوله هذا مو محمد قلنا اسوي يصير هذا هنا هي يساوي 1216 حتى احوله هنا 1216 تحوله هنا لازم احوله الى هذا المومنت ام اكس ام اكس ايش راح يساوي لنا في هاي هاي المسافة ايش قداتي؟ 4 ميتين هاي المسافة ايش قد؟ 200 فلازم ايش قد اضربه؟ 1216 اضربه في 400 او في 0.4 راح يكون الـ MX ايش قد يساوي لنا؟ طيب بس حط علامة الضرب اللي ممكن ما أبي شوف 486.5 او 87 كيلو نيوتن والام باتجاه الواي ايش راح تكون عندي 1216.2 243.2 نعم 243.2 معناته هذا العمود المصنوع من الخرسانه بينه هذا العمود المصنوع من الخرسانه مقاومه انضغاط 28 ميجا باسكال المسلح ب 8 شياش أبو 26 أو 28 إيش خليه يتحمل يتحمل أكسيال لود 1216 وإكسانترستيك باتجاه الإكس أكسس 400 مليم باتجاه الواي أكسس 200 مليم أو يتحمل بي ان مقداره 1216 ويتحمل مومنت باتجاه اكس اكسس 486.5 وباتجاه الواي اكسس 243 كيلو نيوتن كيلو نيوتن كيلو نيوتن يعني استاذ هاي بعد ما نخلص مع الرسم نكتبه اما هاي او هذيك اريد تفهمينه وهذا مصنوع من الاف سي برايم 28 اف واي 414 يعني معناته هذا العمود المسلح بهذا النوع من التسليح يتحمل اكسيال لود 1216 ويتحمل عزم عندما يكون على بعيد عن المحور مع هذا العمود 400 باتجاه الاكس 200 باتجاه الواي او يتحمل 1216 مع عزم باتجاه الاكس اكسس 486.5 و400 و243 باتجاه الاكس باتجاه واضح؟ تمام ناخذ خلي نوقف الفيديو هذا لحد هسه حتى ناخذ الاستفساراتكم افهم التسجيل لكم في طول.